بعد اتهامه بالتحرش الجنسي. منصف سلاوي يعتذر بشدة للموظفة المشتكية ولزوجته وعائلته. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. قدم العالم المغربي منصف سلاوي اعتذاره للموظفة المشتكية ولزوجته وعائلته عن الألم الذي سببه لهم بسبب تصرفاته. وقال سلاوي في بيان رد فيه على شركة غالفاكاني بيو إلكترونيكس بعد مزاعم تحرش مثبتة أنه يشعر بالفزع لأن أفعاله وضعت زميلة سابقة في موقف غير مريح. وأضاف سلاوي: أعتذر بشدة لأي ضائقة سببتها، وأعتذر لزوجتي ولعائلتي عن الألم الذي سببه لهم هذا الأمر. إنه لمن دواعي الأسف الشديد أن أقرأ بيان اليوم الصادر عن شركة GlaxoSmithKline بشأن إنهاء عملي كرئيس لمجلس إدارة شركة غالفاني. وأكد سلاوي: لدي أقصى درجات الاحترام لزملائي، وأشعر بالفزع لأن أفعالي وضعت زميلة سابقة في موقف غير مريح. وتعهد سلاوي بالعمل بجد لتخليص نفسي من كل أولئك الذين أثر عليهم هذا الوضع، قائلا: سأتحلل من مسؤولياتي المهنية الحالية عبر إجازة سارية المفعول على الفور للتركيز على عائلتي. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.